من الباب من الباب يلا راح راح ايه على الوعد يا ابو دويش راح راح ايه ابوي كفو ايه ولا تقوم ها ايه شنو بخليسوك ايه على الثلاث تعدني راكب يلا كيفكم ترى اللي بيسوق يا شباب بدويش اللي ما يبي يركب تأشير بكيفه يلا يا شباب روح ماشي ولا نركب وياه كيف تخلي يسوق تخاف الله تبي فلوس تخاف الله اي مالي والرجال يسوق اندر ما ترك على ذي دمر على هاي ايش دخلكم يا ابوي ايش دخلكم ايش دخلكم يا ولد انتك طف المساحات شق المساحات يعشق شق المساحات شو ماشي الروح كاب ولا تعالوا ماشي يلا كيفكم وخر حبيبي وخر بيبي واللي شغل مكيف ها اللي شغل مكيف يلا الحين انا شغل الحين يلا يلا راح وين اي جهه ها تشاورنا ايه قلنا ليش ما نركب شلون قصه بدويش لا انتوا الحين بتجون بتاكسي هونا وبدويش ما يعرف يسوق ما حد قال ما بدويش اللي يسوق بتركبون على شروط بدويش شنو شروطك؟ شروطي ترفعنا عليك فوق ايه تعزمونا على عصير اني مريض شوف لنا تاكسي تحكم فينا لا ترفعنا عليك فوق وتشربونا عصير او يبا تعال بتاكسي واذا ما بتجون انا بعزم مريضي يلا تاكسي اهون تاكسي اهون يلا الوعد المزرعه يلا اضغط بريك اضغط بريك اضغط بريك يلا توكل على الله اي افتح الهند من يسارك افتح الهند بريك اي من يسارك يسار لا يا جماعه الخير فهبه ما يلا راح راح انتبه خلاص بنروح وقفه عزمته نعالك فوق ابوي يا دخل نعال عبقسك فيا دخل نعال يلا ابو دويش تبي تركبهم ولا لا ركبهم بس يرفعون نعالهم ايه؟ شرط عزيمه العصير تركبون نعالكم فوق وتشربون عصير يلا ابو يلا يلا حبيبي راح بسم الله عشق لي عشق لك يلا يلا فوق اشوف يلا نعالك ايه يلا راح يا بدوش كله تمام راح شوي تبي عصير اغلى محل بالحاسه